عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. التواصل مستمر والانطلاقات متجددة في هذا الميدان، ميدان الشيخ سلطان بن زايد التراث، حيث انطلقت هذه الشعارات، انطلقت هذه الأسماء على شرف ناموس وانتصار هذا الشوط. الشوط السادس ينطلق بحفظ من الله ورعاية تخصص الإبكار المهجنات. سن اللقاية 5 كيلومترات، هي رحلة الفاصلة عن ناموس وانتصار هذا الشوط. مقدمة الشوط الدوحة، خليفة بن علي بن حمد العطية ينطلق مع الصدارة مع الدوحة على صدارة هذا الشوط. ومقدمة هذا الشوط المركز الثاني، وصلت في هذا المسار وتقدمت في هذا الإبداع المثير والخطير في هذا الميدان. في هذا الميدان يا سلام على هذه الانطلاقات المتتالية في هذا الميدان، ميدان الشيخ سلطان بن زايد التراث. انطلقت في هذا المسار باحثة عن ناموس وانتصار هذا الشوط. المركز الثاني، وصلت في هذا المسار الضبي سعيد بن عبيد بن سالم بن حمد الراشدي. والمركز الثالث في هذا المسار، انطلقت وتواجدت في هذا المسار من خلال تواجد اليمامة، يقدم اليمامة في هذا المسار احمد بن علي بن سلطان السبوسي، بدأ يتقدم السبوسي في هذا المسار المستمر. المركز الرابع، وانطلقت في هذا المسار والتقدم من خلال تواجد جبار فلاح بن خالد بن محمد الرميثي، ينطلق الرميثي مع تواجد هنا ايضا جبار على المركز الرابع. والمركز الخامس في هذا المسار، الانطلاق والوصول من خلال تواجد هذا الشعار، هنا ايضا المتقدم والمندفع الوذنى محمد بن طالب بن عقيل النابت بدا يتقدم. اما المركز السادس، وصلت في هذا المسار حربة متعب بن حمد بن متعب العامري، بدأ يتقدم في هذا المسار الوصول والانطلاق من خلال تواجد هنا أيضا من خلال تواجد ضبية مبارك من سهيل يبهون الظاهري على مستوى المركز السابع. والمركز الثامن، الوصول من الضبية علي بن سالم بن مبارك المنصوري، ينطلق مع المركز الثامن. والمركز التاسع في هذا المسار، الشرسة محمد بن اشتيت بن سالم الاكتبية. المركز العاشر، وصلت عالية سعيد بن محمد بن مبارك المهيري، ولكن شوف التغييرات من خلال تواجد احتلال هزاع بن ناصر بن سرود الخيري، بدت الاسماء بتقدم، بدت الشعارات بالهجوم من الصفوف الخلفية. شاهد هنا ايضا وتابع هذا الزحف في هذا المسار من الصفوف الخلفية، ولكن نعود إلى البداية، إلى المقدمة، إلى المركز الأول. يا سلام يا سلام، الدوحة الدوحة، خليفة بن علي بن حمد العطية يؤكد لنا انطلاقة الدوحة، ولكن التغييرات من الظبية سعيد بن عبيد بن سالم الراشدي بدأ يغير. بن متعب غادم بانطلاقة حربة متعب بن حمد بن متعب العامري، يتقدم في هذا المسار الواصلة في هذا المسار والمنطلقة اللي هي هنا ايضا الوذنة محمد بن طارق بن عقيل، بدأ يتقدم. وصلت الاسماء، وصلت الشعارات في هذا المسار. السبوسي قادم من خلال تواجد هنا ايضا اللي هي اليمامة احمد بن علي بن سلطان السبوسي، بدأ يتقدم في هذا المسار الوصول والانطلاق هنا ايضا من خلال تواجد طو حمد بن عبدالله بن شتيط المالكي، بدأ يتقدم في هذا المسار بين نهيان
الحيان بدأ يوصل في هذا المسار وينطلق في هذا الإبداع المثير والخطير من خلال تواجد هذا الشعار الكبير، من خلال تواجد هذا الاسم، من خلال تواجد هذا الشعار الذي له أيضا باع طويل في عالم الأصالة. يتقدم وينطلق بانطلاق الشعار في هذا المسار بين الهيان بين الهيان هنا أيضا بن عويضان، تعويض محمد بن سهيل بن عويضان العامري، ولكن بن عمان وصلت الأسماء وصلت الشعارات العشر في موقع واحد، العشر في موقع واحد. يا سلام يا سلام على هذا الانطلاق، بن عمان بن عقيل السبوسي بن سرود العطية المالكي بن متعب، وصل بن عويضان وصلت الأسماء المهيري وصل، والجماعة قادمين. بن دميثان يراغب كما قدم توافيق كما قدم مشكورة، يراغب هذا المسار وكما سجل أفضل توقيت في هذا الصباح بانطلاق التوافيق، يقدم لنا في هذا المسار أرباح يا بن دميثان أرباح. ولكن نعود إلى البداية، العطية على المقدمة بن متعب بن عمان، وصلت الأسماء وصلت الشعارات هنا إذا بن مسن غادم مع براقة أو مع برقة، ولكن بن عمان لا يرضى إلا بالناموس، وبن سروت غادم احتلال هزاع بن ناصر بن سرود. الله خيلي الله الله. يا سلام انطلاق والاروع، ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله تبارك الرحمن، انطلاق والاروع، ابداع والاروع، انطلاق ذاتي. ولكن بن سرود بدأ يؤكد على هذا المسار بانطلاقة احتلال والغادمة ارصد الغادمة مع المركز الثاني ظن حمدان بن محمد بن خليفة العميمي، ولكن بن سرود يا سلام هزاع بن ناصر بن سرود الخيلية لا يرضى إلا بالناموس. سلام رمح محمل على ظهر احتلال هزاع بن ناصر، والغادم ظن ولكن خلاص بن سرود سلام بن سرود سلام على هذا الفوز. ثانيا ظن حمدان بن محمد الخليفة العميمي، ثانيا وصلت هنا ايضا وتواصلت مع المركز الثالث هنا ايضا عارية سعيد بن حمد بن مبارك المهيري المركز الرابع هنا ايضا وصلت في هذا المسار وتقدمت اشواق حمدان بن حمد بن بيات الرميذي، والمركز الخامس وصلت في هذا المسار وتقدمت الهشواهين سعيد بن محمد بن سعيد بن حميدان. التوقيت الزمني 7:44 تهانينا والناموس لمالك احتلال هزاع بن ناصر هنا ايضا بن سرود.